متابعينا اشواق تي في، كنحييكم مره اخرى في تتبعنا الملف والقضيه ديال الاخت ناديه الشابه يعني اللي كانت كتعيش التشرد. اليوم الحمد لله يعني من الصباح وهي معنا مشينا كنبحثوا على العائله ديالها، يعني مشينا لحد السواله، مشينا لتطمليل، بقينا نهار كاع كامل معاها باش نبحثوا يعني نلاقيوها بالاسره ديالها. واحد الساعه تلاقينا يعني بالاب ديالها وناقشنا مجموعه من الامور، وهادشي كاع كامل طبيعه الحال للتوضيح وتنوير الراي العام في القضيه ديالها اللي ولات دابا المغاربه كاع كاملين كيهضروا على الشابه الجميله اللي بزاف ديال الناس يعني حسب الاقوال ديالها ان هربانه، يعني انها مضره، ولكن في الحقيقه رجينا لقينا ان هي هربانه من دارهم لمجموعه من المشاكل. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ هربتي من الدار؟ خلينا نشد لك الميكرو. هربت من دارنا، اش عندي مشاكل؟ عندي انا عمي دفن لي على وجهي جراو صافي، مابقاتش عايشه في هذاك، داروني شمكاره، داروني مبليه، داروني بزاف الحال. صافي هربت، جيت للسدره حاجه، السدره حاجه، تلاقيت مع واحد البنات خرجوني طريق الخايبه. صافي انا مابقيتش باغا الزنقه، ودابا غنرجع الزنقه، هما 100 الزنقه ورجعش هدبه. انا علاش على ولكن دابا باك دابا ملي هضرنا معاه قال لك انا مستعد من دابا نتا معايا. لا ما مشيش معاه، ما رجعش معاه. اش الناس متشومش تحسوش نتوما غاتي يقول لكم اما غنمشي للدار غيدوز عليا العذاب، هادشي كامل اللي طرا هنا غيبرد لي غديدو لتحت في الدار هو وعمامي. انا نقول في يدوز عليك العذاب، واش في يدوز عليك العذاب؟ غير خلاها حتى تهضر معانا و اخلا يعني كيف ما كتشوفوا جو مكهرب صراحه، لان كاين الاب ديالها كاينه هي، وحنا كنحاولوا ندخلوا بحيط ابيض، كنحاولوا يعني نصلحوا وننقذوا ما يمكن انقاذه، لان حنا صراحه درنا في نفوسنا ملي شفنا دريه صغيره اعتبرتها اخت ديالي، بنيه ديالي، يعني واقع لها هادشي، واقع لها هاد المشاكل. ولكن انا دي حنا عرفنا حاجه اخرى، انك انت كنشدك واحد السيده وكتستغلك وكتعطيك للرجال. اييه كنستنى الرجالة صافي، وبقيت بغيت نمشي مع واحد الراجل، ويت كنتغادو مع الديريكتيف ويت لوحني. علاش تمشي مع واحد الراجل؟ ولاحتني تلقات ليا هي فهي واحد الدري، تلقاو ليا واحد القهوه، لاحتني على الحجر، تفرق ليا راسي، تحلت ليا الفتحه، تحلت داوني، جات الاسعاف داوني، ضربوا عزا كرطوا ليا وحيدوا ليا الخيط. اما واحد جو مني الدراري خداو ليا حقي، الدراري دوس الدراري خداو ليا حقي منها. ولكن غادي نسولك، يعني ملي كانت هي كتستغلك يعني بهذا المعنى ولا كتكريك للرجال، كنت كتخلصي هادشي كان بالمقابل؟ ماشي انا كنتخلص، هي تتخلص، هي تعطيوها الفلوس، تعطيني غير 50 درهم صافي. يعني وكانوا كيجيو الرجال كيتكرفصوا عليك، اغتصبوك؟ اغتصبوك؟ من اللور. يعني صراحه كيف ما كتسمعوا هادشي، انا الصباح ملي سمعتو لانني اول مره كان لقاء ديالي بالطفله ناديه كان اليوم، كنا جينا بغينا نصوروا معها ونوصل الرساله ديالها من بعد، يعني ما عرفنا انها يعني حتى ديك السيده اللي كانت شاده غادي تخرج من عندها، قلنا على الاقل لقاو جمعيات، لقاو محسنين يوقفوا معها. ولكن ملي سمعت هادشي ما عطاتنيش نفسي انني نصور معها ونخليها في الزنقه ونمشي ونحط الفيديو، يقدر يتساعدوا معايا يقدر لا، قلت على الاقل ندير محاوله نلاقيها بالاسره ديالها. لان ملي كتسمع بنيه في هذا العمر 22 سنه يعني كتستغل من طرف واحد السيده، كتشدها وكتكريها للرجال، ورجال كبار في السن ياك شارفين عليك. كبار وكبار، المشكله انا تنخاف من العيال الكبار، تنخاف منهم. يجب علي شي دريات تنخاف، انا خوافه، شي شي داد عليا في صغري ماشي قليل. صافي وليت انا تنخاف، ليش يقول لي شي نديره؟ يعني كيف ما كتشوفوا كانت كتستغل بواحد الطريقه اللي هي وحشيه وبشعه من عند السيده. حنا ما غنجبدوش الاسم ديالو، ولكن كنتمناو من السلطات انها تدخل. كاينين بنات اخرين حتى هما كيعيشوا نفس المعاناه ديالك، ما تقوليش السميات. كاينين دريات تما تما مسكنات، هذوك عاجبهم الحال، عاجبهم. كاينين اللي فوق من خاطرهم كيديروا هادشي. كاينه وحده شادينا حتى هي صح باش دير هادشي، شادينا صح. إذا كيف ما كتسمعوا واحد الواقع كاين. نعم صاحبتي جات معايا في الخيريه، هي مسكينه تتنصف هنا في حي الحسن في الجرده، هي وبنتها خرجت معايا في الخيريه، هي تكرفصت في السدره حاره، هي مسكينه غير في حي الحسن تتنعس في الجرده. وهاد السيده هذه اللي كتشد هاد البنات كتلقاهم كينعسوا في الزنقه ولا مشردين، كتشدهم كديهم كتبيع وتشري فيهم. ماشي مراه، دريه عندها غير ولد واحد صغير. جربتيش نهار تهربي منها؟ ومن فين غنمشي؟ تتحرج عليا في الصدره حال، دويت معاها قبيله، دويت معاها مسك خالتي شي ناجيه مسكينه، دويت معاها بدات تعرفها، قالت لها الصدره حال كان محلف عليها وكلشي غيضربها.
يعني كيف كتسمعوا واقع اخر ملي جينا نسمعوا هذه القصه ديالها، لان كيف قلت لكم ما عطاتنيش خاطري لا انا ولا كذلك الطاقم اللي كيشتغل معايا ان نصوره ونمشيو نخليو الرقم الهاتفي ويقدر يتساعدوا مع الناس يقدر لا. قلنا نديروا محاوله نوصلوا رسالتها للسلطات يدخلوا يتساعدوا مع هذه البنت 22 سنه. احنا عارفين كاين بعض الناس غيقولوا لي راه هي ولفات الزنقه ولفات انها تخرج للطريق ولفات ولفات ولفات، ولكن احنا بغينا ننقدوها بغينا ننقدوها بغينا نعتقوها. حتى الدريه كتعاني من اضطرابات كتدخل وتخرج في الهضره كتقول بزاف د الحوايج غير ما مفهومينش. غنسولك الاب ديالك هضر على واحد انت كتعرفيه كتمشي عنده لسيدي رحال كتعيطي ليه في التليفون كتعيطي لباك في التليفون هو وياه انت وياه كتكوني انت وياه كتعيطوا على باكم تضحكوا عليه في التليفون. لا لا ما نضحكوش عليه. كتكوني انت واش الشخص ياك الشاب كتعرفيه شنو العلاقه اللي بيناتكم؟ الدري دار فيا خير دار فيا خير وكان جاي بغيت نتزوج بك هي غير خفتها من الصداع ودار فيا خير. نهار اللي درت كسيده هو اللي عقل عليا وباقي تيعقل عليا مسكين اللي بغيت يجيب لي فلوس يكسيني في رمضان كامل رمضان انا مدوستش في دارنا مسكين هو اللي كرالي شهر الاول وخدام تيخدم عنده با داير حان داير لي حانو وتيعطيني فلوس وكلش هو تيقول يرجع لداركم نادي يرجع لداركم نادي غير عيط لباك. شنو دابا نسولك من هادشي كاع كامل انا ديال شنو هو الحل؟ الحل هو تعيشي في الزنقه. الحل ديالي باش نرجع مع الدار مع با وتبقاي في الزنقه نمشي نقعد عند خالتي نمشي عند خالتي. با قال لك انا حتى الام ديالك يعني ملي كانت حيه الله يرحمها كنتي حتى هي كتهربي لها وتي امي ماتت وانا صغيره واش ماما انا ماتت صغيره ما خالتي سولهم. دابا واش نتيقوك انت ولا نتيقو باك ولا عائلتك؟ واش خاطر نشوف الرزين هذا وقال مشكله قالك تقطعتي سكران واش انا باغي يا السكر بقى لي غير السكر اصلا الطبيب منع عليا ديال الراس قال لي ما بقاش تشيشي ما بقاش تعجن. كنت كتشيشي وتفاش كنتشيش كنتنشيش كنتناكل معجوج كنتناكل لصقه اما القارو امرو ما تخشيت فمي واما دابا درت سكان في ضرب عز نهار ضربوني قال لي الطبيب في ضرب عز قال لي شوف يا بنتي قال لي دابا الضربات مأثره لك عندك باغا تبقاي دابا كتعيشي في الشارع تبقاي مبليه دوري من هنا لهنا تمشي عند هذا تباتي مع هذا تشدك عاوتاني ديك السيده تعطيك للرجال واش مابغاش تجمعي راسك ترجعي عند داركم؟ نخدم في شقه ونقلب على شقه. ماك ما خدمتي شحال هادي لقاوك ناس في الزنقه يلاه غتخدمي حتى لدابا؟ انا نخدم في شقه ونحاول نخدم نقلب على خدمه وغنخدم ونكري بيت نقدر شو هادي تعاون معايا يخلص لي غير الشهر الاول. هما الناس تعاونوا معاك ودخلوك عندهم للدار وعاملوك كبنتهم وشفرتي ليهم وخرجتي واش باقي شي واحد غيتيق فيك؟ احسن ليا نبقى غير راسي. ولكن علاش شفرتي ليهم؟ ما شفرتش ليهم انا ما ناويش نشفر. هزيتيها وهربتي وعيطتي على داك اللي كتعرفيه وما ناوياش تشفري؟ لا لا هذاك الدري بينو والو ما عارفش كاع وخباك انا تنبغي نشفر غير تفاحه تيضربني تقول ما تشفريش انا هاديه تقول دادي رجعي لداركم كلشي تقول قال دابا خلاصه القول انت ما باغاش ترجعي لداركم باغا تبقي في الزنقه باغا تبقي في الزنقه ما نرجع لدار. اذا المتابعين كيف ما تبعتوا دخلنا بغينا ندخلوا بواحد الخيط ابيض نصلحوا بينها وبين الاب ديالها والاسره ديالها ولكن للاسف الاب قال لها مرحبا من دابا نديك للدار ولكن هي قالت لك لا سيدي انا ما غنبقى في الزنقه قالت لك انا ما باغاش با ما باغاش عائلتي تكرفصوا عليا داروا لي حنا خدمنا واحد الخدمه اللي ماشي خدمه ديالنا ولكن دخلنا بشكل انساني وانتم كتعرفوني وكتعرفوا الموقع ديالنا كنتبعوا الحالات بواحد الشكل اللي هو انساني ومن الصباح يعني راه ما صورناش وما كانش عندنا فكره نصوروا ولكن بغينا نوثقوا اننا وصلنا هاد العائله ديالها وهي اللي رفضات وهي اللي ما بغاتش وكاين حقائق اللي يلاه عرفوها واكتشفوها المغاربه. لذلك ما عرفناش شنو هو الحل صراحه قالت لك بغات ترجع للزنقه ما باغاش دارهم راه هادشي غادي تندمي عليه ناديه من تكبري عندك 22 عام ومازال غتندمي على هادشي ومازال غيجي واحد الوقت غتقولي قالوها وندمت عليها. اذا كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عز الدين ساطوري لان الصوره لكم التعليق تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.